اليوم بجرب هذا اللوس باودر من لابراري، وبعرف ليش وايد هذا البراند الكل يحبه وليش سعره غالي. ابي اعرف، ابي اشوف شنو السر. هو تحدي بيني وبين نفسي ان اليوم البس شباسات عقل. يلا، هو بكل الحالات يعني المنظر ما شلون صاير، فعادي اذا حطيته خرابيط. يعني لو اسوي وايد مرتب وبيرفكت ما راح يطلع شكلي ما شلون، بس ما عليه. خليني اروح ادق على الباب اشوف شنو ردة فعله. بيطلع شكلي. او ماي جاد، ليش تسوي فيني عقل؟ ليش؟ عقيل مسويت لك هيك؟ عقيل امبي ليش ما يرد؟ سويت لك اكل. وبكل الحالات لو احطه يعني لو اسوي بيرفكت. زين انت شايفه انا جاي مع شنو؟ عشان شنو بقول لك؟ شنو بقول لك تعتقدين؟ بابل باث؟ لا شنو؟ قولي حق صديقاتك عن هذا الشيء، ترى وايد حلو. زين ايش رايك بهذا الشيء؟ وايد حلو. زين تعالي تكفي ليش قاعد تطقطق علي؟ والله تجربه، بجرب لك شيء والله العظيم من صدقي. بس خلصت مهمتي. خلصت المهمه بس وواجبه يعني الحمد لله. الحمد لله يعني ما راح اطلع كذي. في ناس استانس اني قاعد اسوي ريوق وكذي، قاعد اسوي اكل. ترى دائما اسوي يعني خاصه حق عقيل، لان عقيل اوكي صدقنا مو ملتزم بالنادي بس وايد يعني مهتم باكله وايد، وانا قاعد اذكره باشياء هو ما قاعد ياكلها. قاعد اسوي له الاشياء اللي يحتاجها، بروتينات، فواكه، شي جايبت له. على طاري الاكل الصحي وعلى طاري النادي، في شغله فيني انا وحتى بعقيل، ان انا لما كنت بالنادي ما كان عندي الدافع ان انا اكمل، وكنت مستعيلة بشوف نتيجة ورحت يومين وطلعت. وغير كذي يعني انا مشتركة بنادي واقدر اروح مرات افضى بس مالي خلق، واقول ليش اروح وانا باكر مشغولة مثلا ما راح اقدر اروح، ما راح اشوف نتيجة، وابا احد انه يكون فوق راسي، وابا احد انه مثلا يساعدني يعطيني موتيفيشن. حتى عقيل يعني علشان شغلة تخيلوا خلى النادي الساعة 12 علشان هذا الوقت يكون فيه فاضي. هو يدري ان الساعة 12 هو فاضي، فالوقت حس انه متأخر. بعد كم يوم حس ان الوقت متأخر وما يناسبه، فما قام يروح، وقام يحس انه هو تعبان الساعة 12 ما في طاقة. فتعرفون اللي مو بس احنا، وايد ناس يحتاجون ان احد يتابع معاهم، يحتاجون ان احد يكون يعني موجود معاهم علشان يعطيهم دافع وعلشان يعطيهم بوش. بقول لكم عن واحدة أنا كنت أتابعها من زمان، قبل سنتين تقريبا لما كنت أنا فاضية وأروح النادي كنت دائما أتابع أكاونتها وأتعلم منها أشياء. بعد فترة الكل درى أن أنا قررت أني أسوي عملية شفط، لأن أنا بس تعبت من النادي وأبي نتيجة، وقلت أن أنا بسوي عملية شفط وبعد الشفط إن شاء الله أبي أحافظ وأكمل تمارين. المهم أول ما درت وايد انتشر أن أنا بسوي شفط، تكلمت بالموضوع أكثر من مرة. هي درت أن أنا أبي أسوي شفط كان دش علي دايركت، قالت لي فرح أنا مستعد أن أنا أتابعك من A to Z وأعطيك التمارين اللي تسوينها، ومو مستعد أن أنت تحرمين نفسك من الأكل علشان تضعفين، وانا اعطيت جدول تمشين عليه بس لا تسوين العمليه لان انت فعلا مو محتاجه، وانت ترى ضعيفه يمكن كان فيك دهون، ولو تصبرين شويه عليها راح تروح وراح تلاقين النتيجه اللي ترضيك وتشوفين بعينك التغيير بنفسك. ما قلت لها انا وايد مستعيله وخلاص اتخذت قراري وبس ابي اسوي هذه العمليه. المهم انه وايد حاولت فيني، وايد حاولت تقنعني، بس انا ما اقتنعت. يعني انا وايد استعجلت، وايد لما احط شيء براسي الا اسويه، وحاليا انا رديت متنت.
وما استفدت من العملية الصراحة، يعني كل تعب العملية اللي تعبته وخمسة أيام ما أقدر أتحرك وما أقدر أسوق وتعب صج. وكنت بالبداية بعد العملية حارمة نفسي من الأكل وما بأكل وما بشذي، وبعدها خلاص يعني تعبت والعملية سويتها على الفاضي، لأن أنا ما يعني ما حافظت على النتيجة. فقاعد أقول لكم إن هذه هي لايف ستايل كوتش وأونلاين كوتش، هي وايد بنات مستفيدين منها، مو شرط بس اللي اشتركوا معاها، حتى البنات اللي متابعين أكاونتها، هي عندها أكاونتين برايفت وببليك. الأكاونتات اثنيناتهم تحط فيهم أشياء حق الموتيفيشن، تحط فيها وصفات تكون صحية ولذيذة بنفس الوقت، تحط فيها تمارين عشوائية حق البنات اللي يتمرنون بالنادي، وحق البنات اللي ما يقدرون يروحون النادي تحط لهم تمارين بالبيت يقدرون يسوونها بالبيت بأي مكان. والله أنا وايد صج وايد تحسفت إن أنا تعبت بهذه العملية وما استفدت شيء، ولو أنا مبلشة معاها من فترة العملية اللي هي شهر 11 اللي طاف، كان أنا الحين يعني راضية تماما عن النتيجة اللي شايفتها. هي ما تحب ان البنات يعتمدون على العمليات، لو تشوفون اكاونتها وايد هي ضد فكرة العمليات، وهم ضد فكرة ان البنات يحرمون نفسهم من الاكل علشان يضعفون، لان هذا وايد غلط. الجسم محتاج اشياء، طبعا هالاشياء وايد تعلمتها منها من اكاونتها، الجسم محتاج اشياء، ما اقدر انا احرم نفسي من مثلا الدهون، الجسم محتاج دهون، الجسم محتاج كل شيء، فما يصير نحرم نفسنا. هي وايد البنات مستفيدين منها من اكاونتها، تحط مثل ما قلت لكم تحط تمارين الضعف، تحط تمارين حق البنات اللي يبون يمتنون، البنات اللي يبون يسوون شيبينج، البنات اللي يبون يحافظون على وزنهم، تحط وصفات، تحط يعني وايد 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 مفيدة. وانا وايد متحسن انا ما تابعت معاها من هذيك الفترة. والشيء اللي انا صج مستفيدة منه من اكاونتها، انا أحب أقرأ تعليقات الناس وأحب أقرأ تجارب البنات اللي اشتركوا معاها، فوايد قاعدة أشوف إن ما شاء الله إيش كثر هم مستفيدين منها، وهي بنفسها حاطة صورها قبل وبعد. فأنتوا تشوفون إن مرات في ناس يقولون لا يبقى النادي ما يسوي شيء، ولا لا التمارين مثلاً في تمارين تمتن، لا ما أقدر أسوي هذا التمرين، أخاف التمرين هذا يمتنني. بس أنتوا لو تشوفون إهي شلون لقت الشيء والتمرين والأكل اللي يناسبها، وشلون وصلت حق الوزن والجسم المثالي اللي هي تطمح له من زمان. بوريكم صورها قبل وبعد. يعني أنا لما بلشت أتابعها قبل سنتين أو أكثر، أنا انصدمت الصراحة من صورها قبل وبعد. هذا الشيء يمكن اللي خلاني أنا وايد أثق فيها وايد أستانس على الطريقة واللايف ستايل اللي هي عايشتها. هذا اكاونت هالببليك، تقدرون تلقون فيه وايد نصايح، وايد موتيفيشن، صورها قبل وبعد، هني حاطه بالهايلايتس، هني حاطه الهيلث الكلاينتس. هذا انا الشيء اللي دائما احب ادش عليه، ان شلون البنات مستفيدين من اشتراكاتها، مستفيدين منها. ايه هي، شوفوا شوفوا هالشهر نزلت كيلو 400، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وايد بنات مستفيدين منها، وايد يعني البنات مستمرين معاها، لان هي فعلا قاعد تفيدهم وقاعد تعطي حق كل واحدة جدول غذائي بالاكل اللي هي تحتاجه، وجدول تمارين علشان توصل حق الهدف اللي هي تبيه، سواء تبين تضعفين، تبين تنزلين وزنك، تبين تحافظين عليه، تبين تمتنين. وايد يعني استانس لما انا اشوف كذي، هذا الشيء وايد يعطيني انا دافع ان انا ما احتاج، يعني فعلا ما كنت محتاج العمليه اللي انا مسويتها، وهي وصلت حق الهدف مالها بدون عمليه بتعبها هي، ما شاء الله صدق فعلا انجازات. وايد حاطه اشياء تفيدكم، حاطه معلومات عن الصحه. شوفوا هذا البنات اللي يحرمون نفسهم من الأكل تصير فيهم هذه الأعراض، يعني ممكن
انتوا ما تحسون بالبداية وتضعفون، بس شوفوا ان هو صج شيء يعني مو زين حقكم وشيء مضر ان انتوا تحرمون نفسكم. خلا اوريكم الورك اوت، طبعا هم حاطة طريقة الاشتراك، حاطة التولز، حاطة الوجبات ميلز، تحط لكم الاشياء اللي موجودة كل مكان، وحتى اذا رحتوا مطعم تعطيكم بدائل صحية حق البنات اللي ما يبون يحرمون نفسهم من شيء. شوفوا عجيبة 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 واشياء لذيذة، يعني مو انه مثلا تاكلين شيء ناشف ما في بهارات ما في شيء، لا تينن. وهذا اكاونتها مال الورك اوت اللي فيه كل يعني البنات اللي حابين يشتركون عندها يضيفونها بهذا الاكاونت البرايفت، في كل الورك اوت، في كل التمارين اللي انتم تحتاجونها، وهني اكاونت الوصفات الصحيه الهيلثي ميلز. هذا وايد وايد راح يفيدني وايد، خاصه حقي يعني حقي انا وعقيل. حاطه بوست عن شفط وحقن الدهون الذاتيه، ايه هي؟ شوفوا يعني عادي لو واحدة مقررة ان هي تسوي عملية، اذا قريتي هذا البوست راح تغيرين رايك على طول. والله للأسف ان انا ما سمعت كلامها. اكاونتها الببليك وايد راح تلقون معلومات تفيدكم واشياء انتوا محتاجينها، ووريتكم صورها قبل وبعد، شوفوا هالصورة ما شاء الله انجاز. راح اوريكم الحين طريقة الاشتراك، في طريقة اشتراك عن طريق الويب سايت او عن طريق الايميل، ومثل ما قلت لكم اكاونت هالببليك تقدم فيه نصايح مجانا وحاطة فيه تمارين وكل الاشياء اللي ممكن تستفيدون منها. الاشتراك راح تستفيدون منه ان هي راح تثقفكم وتخليكم يعني تستفيدون من الاشتراك بقدر المستطاع، لان هي راح تتواصل معاكم يوميا ما عدا يوم الجمعة، وراح تقدم لكم نصايح وجدول تمارين وتغذية خاص فيكم انتوا علشان الهدف اللي انتوا تبون توصلون له.